هم كيف ما تبعتوا معنا كان جلسة مخصصة لتعقيد الدفاع على مداخلة السيد وكيل العام. الجلسة كانت مفتوحة حوالي الساعة 9:30 صباحا، أعتقد أننا الساعة 8 مساء. جلسة ماراثونية، جلسة مطولة، كانت كلها شد وجد، كلها جدال قانوني يتعلق بخروقات اللي هبتها المسطرة. لتأكد لكم اليوم أنه إحنا كدفاع جد متاحين، قمنا بما يلزم به القانون وبما يلزم به ضميرنا، قدمنا ما يجب أن يقدم إلى المحكمة المقرة في إطار المهمة التي توقع عنقنا باعتبارنا كدفاع من أسرة القضاء. أقولها دائما، نحترق من أجل إنارة الأماكن المظلمة حتى ترى العدالة، ترى المحكمة العدالة في أبهى تجليتها. لذلك اليوم تم ختم هذه المعركة الطويلة في الجزء المتعلق بالدفع الشكلية، والملف حجز للمداولة لجلسة الغد إن شاء الله صباحا لكي نسمع قرار المحكمة المتعلق بوجهة النظر في الدفع الشكلية التي قدمت، والطلبات المتعلقة بحرف حالة الاعتقاد التأسفي التي أعطيت، والملف في الموضوع أخيرا لجلسة 21 تسعود إن شاء الله للمناقشة في الموضوع إن وصلنا إلى هذه المرحلة. اليوم إحنا كنا لم نكن نخاصم الصانع، وإنما كنا نخاصم الصنعة. لم نكن نخاصم قضية التحقيق، وإنما كنا نخاصم عمل قضية التحقيق. عمل قضية التحقيق شبه قصور كبير. أعتقد أن أقل ما يمكن أن يقال عنه أن فترة الاعتقال التي قضاها هؤلاء الأشخاص من بعد التمديد، من بعد انتهاء فترة الاعتقال الاحتياطي الأولى والتي انتهت أعتقد في جوز 6/2022 حتى لتاريخ الإحالة، أنها كلها قضوا خارج الضوابط القانونية وخارج إطار القانون، على اعتبار أنه جميع التمديدات التي كانت تحرر لهم في هذا الملف كانت تمديدات بنيت على قرارات باطلة، قرارات لم تكن لها الشكليات التي أوجبها القانون، خصوصا أنها قرارات لم تصدر باسم جلالة الملك ولم تصدر طبق القانون. أنا أقول بأنه قرار الإيداع في السجن باطل، لأنه الباطل لا ينتج عدما، وقرارات التمديد كلها الخمس قرارات كلها قرارات معدومة وباطلة، لأنها تخالف مقتضى المادة 365 التي توجب أن تدبج بالعبارة الشهيرة التي نص عليها الدستور في المادة 124، والتي تقول أنه الأحكام يجب أن تكون لها دبجة صادرة في يعني المملكة المغربية. الصوت تركته في القاعة لم يبقى لي صوت، هذا الشيء طلع يعني أنه يجب أن تدبج الأحكام بعبارة المملكة المغربية باسم جلالة الملك وطبق القانون. هذه العبارة دي باسم جلالة الملك وطبق القانون لم تكن واردة في هذه القرارات، مما يجعلها هي والعدم سواء، والعدم لا ينتج أطرا. لذلك أعتقد أن قرار إبقائهم مرحلة الاعتقال سيكون خارج الضوابط، ولكننا سنحترم أنفسنا كما كانت عندنا الجرأة باش نودعوا في السجن كما قد قال طبقا للقانون. أعتقد أنه يجب أن يرفعوا الحالة في الاعتقال طبقا للقانون. تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.